دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف، نتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا محمد. صباح سعادة واتفاق على كل مصريين في كل مكان. انتوا بتحبوا الشتاء اكتر ولا الصيف؟ شتاء اكيد. اه الجو بقى حلو قوي، يعني ممتع بصراحه. اللبس التقيل ده بالنسبه لي وفي شياكه كده كمان. طيب خلونا نصبح على حضراتكم ونقول لكم الاول في البدايه هنحاول نشوف معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا طبعا جولتنا من محافظه القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه وتباطؤ في حركه السيارات اعلى الكوبري ده بسبب زياده الاحمال اعلى الوصله المعلقه حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينه حتى مدينه نصر، وكمان شارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمره. بالنسبه لكوبري 15 مايو المتجه الى المهندسين عليه كثافات مروريه، اما شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كمان كثافات نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات الى وسط البلد. في كمان كثافات مروريه بسيطه متقطعه للمتجه الى المؤسسه في سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم لمحافظه الجيزه وشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مروريه، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات، وفي كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني. في شارع فيصل في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. نروح معاكم لعروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه، وفي كثافات مروريه عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، في كمان كثافات متفاوته عند الاشارات بطول الكورنيش، اما باقي الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مروريه. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مروريه عند تقاطع مع محور محمد نجيب، نفس الامر في شارع عبد السلام معارف اللي بيشهد كثافات مروريه لكنها متحركه. نروح معاكم الأسوان وهنبدا من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقه المسله، وبيشهد سيوله مروريه، وكمان على طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مروريه بسيطه لحد ما هنوصل لمحطه القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مروريه، كمان ايضا في كثافات مروريه في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المروريه. من جولتنا في أحوال المرور في محافظات مصر المختلفة، تعالوا دلوقتي ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في كمان سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، وفي نشاط رياح احيانا على مناطق من السواحل الشماليه ده على فترات متقطعه. درجه الحراره في القاهره النهارده 22، واعلى درجه حراره هتكون في شلاتين 26، واقل درجه حراره في كاترين 16 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.